نصیف جاسم الخطابی استاندار کربلای معلا در کنفرانسی خبری با حضور برخی از مقام‌های امنیتی و انتظامی شهر مقدس کربلا از جمله فرمانده پلیس و فرمانده عملیات‌های ویژه نیروهای پلیس شهر مقدس کربلا از عزم خود برای برخورد قاطع با توهین کنندگان به زیارت اربعین و زائران امام حسین علیه السلام خبر داد. با هم بخشی از اظهارات استاندار کربلای معلا در این کنفرانس خبری را ببینیم. بصراحه اتحدث زائر الامام الحسين اي شخص يدخل العراق هو امتلك هويه اسمها زائر الامام الحسين. اثنين، هناك محاولات من سقطات المجتمع يحاولون الاساءه الى زياره الاربعينيه وإلى زوار الإمام الحسين وإلى سمعة العراق وإلى سمعة أبناء كربلاء المقدسة. سنواجههم بحزم بالقانون، ولكن أكو بعض الناس عندهم عقد نفسية وعندهم أمراض يعالجها القانون، وإحنا قالين بالمؤتمر الأمني وأمامكم السيد قائد عمليات قائد الشرطة وأنا مسؤول عن كلامي، سنتعامل بحزم كبير مع كل من يحاول وتسول لنفسه أن يتلاعب بمشاعر الناس أو يسيء لزيارة الأربعينية أو يسيء لزوار الأربعينية. زوار الأربعينية من أي مدينة جاءوا من العراق، من أي مدينة أو بلد جاءوا من خارج العراق، هم ضيوف الإمام الحسين وهم ضيوف العراق وهم ضيوف كربلاء، ومعروف عن العراقيين كرمهم وشهامتهم، وهذه الأفعال النادرة اللي هي ما تمثل ولا واحد بالمليون، طبعا أقل من هذه النسبة، بس بالإعلام جاي يهولها يكبرها، هاي ما تمثل لا كرم ولا أخلاق العراقيين أبدا. تجيني شكاوى يومية من مواطنين يقولون شوف المواكب التالية من أهل كربلاء أو من بغداد أو من البصرة وغير مكان، اليوم هذه الحديقة الفلانية فلشوها. أقولهم فدوى الزوار الحسين، سمعوني لو لا؟